تقديم الخدمات وحاول حل الأزمات. أعشق تقديم الخدمات وحاول أحاول حل الأزمات. بس على فال فال كما قال بتملى الحلقات. بس على فال فال كما قال بتملى الحلقات. أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب. ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب. أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب. الله والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب. أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. لكن أصبر يا جمعة. أصبر يا سلمان. انزل تحت في الأرشيف يا جموع. انزل تحت في الأرشيف. في الأرشيف تنزل تحت يا جموع. تنزل تحت في الأرشيف يا جموع. عزيزي جماعة مبروك. شفت كيف؟ ما قلت لك انهم يوافقوا؟ اكون موافقوا. اي بس تراهم طلعوا روحي. لازم ترى هذه اشراعات. وبعدين اقول لك ترى هالايام التامين رفعوه شويه. ايوه قالوا القصد 200 ريال يبغون. ما عليك يا جماعة ما عليك. انت ما بتدفع شيء من جيبك، انا بدفع. وكلها كم شهر يعني 7-8 شهور ونحصل فلوس التامين نص مليون. واو نجوى يا استاذ نجوى، اهلا مستعجلين. ما عليك من نجوى وما عليك من اهلا. اقول لك اذا كانوا مستعجلين ما طلهم في الكلام، ما طلهم. ايه انا اعرفهم ذي ما يقتنعوا، لكن شد واخي معهم كذب وكذب وكذب لحد ما يوافقوا. زين والخطوه الجايه يا ابو الافكار؟ الخطوة الجاية يا جمعة أتنقص 3 كراتين من هذه الغرفة كل يوم لحد ما ترجع الغرفة إلى ما كانت عليها سابقا. نعم كيف يعني؟ أنت بتحرقهم ولا بتسرقهم؟ لا أرشفهم. بكل فخر وعزة نفس وكبرياء أقول أنتوا ناس ما تجون لبعين الكسفة، أقصد بالعين الحمراء. جمعة أنا قصدي يعني أقول كلها طلباتكم عادية. هذه أنا خلاص قررت أشتري فيلا ضخمة وسيارة ضخمة وأكتبهم باسم نجوم. أي نعم. وأجيب لها بعد شغالة وسائقة. أي نعم. وبعدين كم من يوم بعد إن شاء الله بجيب حراس على الأبواب ومن الجنس اللطيف. أي نعم. حتى الحرامي ما يتعدى الباب. أي نعم. لازم هذه إذا كان في أصلا حرامي. وبختار لها بيت على الشاطئ وبنقي أحسن شاطئ موجود في عمان. أي نعم
وبسوي حواض سباحة. نعم حواض سباحة بسبح فيه علشان أشوف البحر هنا حم، وأسبح في الحوض على تيوب، على تيوب بسبح في الحوض على تيوب. إيه نعم علشان أشوف البحر. إيه وبخلي على الحوض تلفزيونات، تلفزيونات نعم على الحوض، وبخلي بعد تحت الحوض حجرة خاصة ما يدخلها إلا يعني اللي بالسعر. ليش كل هذا؟ علشان تعرفي معزتك عندي يا نجوى، وتعرفي إني أقدر أعمل علشانك المستحيل، وكله بحسابه. المهم الصبر يا جماعة، والصبر مفتاح الفرج، والفرج قريب بإذن الله. يا رد اشتري لنفسك نعال على الأقل من غير النعال اللي فوقك يا مستحيل. قصدي يعني أنا وأنا كنت جاي في الطريق انقطعت علي النعال، وبعدين أحب أقول للعالم كله أن الإنسان مهما وصل للغنى والمال يجب أن ما ينسى نفسه أنه إنسان، هو أولا وأخيرا إنسان، والإنسان ممكن يتعثر بعثرات الزمن. صح يا عمي، صح يا عمتي. أنا أصلا هاي النعال يا جماعة وارتنها من سابع جد. عمي أجيب لك مثلها؟ عندي وكافيني. عارف يا عمي عارف، وشبعان نعل بعد. إيش؟ المهم المهم أنكم وافقتوا تصبروا علي، وإذا قلتوا لا بخليه يدخن ليلين بكرة إن شاء الله يصيب ضيق نفس وحدي ما يخص. خلاص يا نجوى هانت خلاص، بس امك وابوك صبروا شويه. لين متى؟ لين متى؟ سبع اشهر واكثر ولين الحين ما قدمت شيء. قلت لك اجراءات التامين، اقصد اجراءات الورث وحصر التركه يعني، وبعدين اخذ حقي ونتزوج. لكن المسكين عاد. من هو اللي مسكين؟ اللي جالس يدخن مقطوع انفاسه. جمعه يا نجوى الصبر زين، الصبر زين. ايه بس امي وابوي ما مطمنين لسالفتك، ويقولوا لو ما شفنا كل شيء بعيننا ترى سيف جاهز ومستعد وكل اللي عنده واضح. كل اللي عنده ياثر على امك وابوك وانت يا نجوى. جمعه يا نجوى الحب وين؟ وين الحب؟ لازم يترجم، والحب ما يفتح بيت ولا يكون اسره الا اذا دعم. ايه الحب كان زمان كل شيء كل حاجه، ابوي وجدي كانوا اسعد منه. ليش؟ ليش كل ما نتقدم يضيع الحب وتضيع اسمه معاني؟ احنا اولاد اليوم كل شيء له وقته وظروفه. الظروف صارت شماعه نعلق عليها كل اخطانا. الحب المفروض يكون يكبر وينمو مع الزمن ما يضيع. جمعه الحب الحين مرتبط بالمال وكله يكمل بعضه. نجوى انا كل يوم اكتشف فيك اشياء واشياء تفرحني احيانا وتخوفني احيانا. جمعه انت لين الحين ما اثبت كل الكلام اللي انت قلته؟ لانك يا انسه رابطه كل الكلام بالارقام. ما انا انت، لانك حتى الحين ما حققت شيء. يا نجوى انت لازم توقفي معاي. قلت لك ما اقدر اوقف ضد امي وابوي، وانت عارف هالكلام من الاول. وسيف، سيف هو السيف اللي يقطع اهم ارتباط بيننا. وانا بوقف ضده وبوقف له بالمرصاد وبتحداه وبتحدى العالم كله، وبصرخ باعلى صوتي وبقول احبك احبك. انت ايش تقلبها دراما؟ نعم احبك احبك. اي نعم، وهذه هي نقطة الضعف الوحيدة المشكلة. ولو فرلك اسرع ما يمكن اللي نفسك فيه، وخليه خليه يدخن لبكرة. وعليكم السلام. اهلا اهلا استاذ جمعه. اهلا حمد اهلا. ايش عليك ابوي الحين صرت قريب تراك. البركه فيك يا وجه الخير. ها ها
ما بسك منها السكراب هذه؟ ما بسك منها؟ ما ناوي توديها المتحف؟ الحين هي صارت سكراب عاد؟ بعد ما ترست بطنك عاد صارت سكراب؟ ما عليه، بنجي واحدة غيرها عمرك ما تحلم فيها. صار انت بقراجك هالتعبان هذا سكراب يقول سكراب. جمعة! ايه؟ جمعة! ها؟ ها جمعة! حريق! حريق جمعة حريق حريق! ايش؟ حرقت البيت وعمي وفاطمة وحرمة عمي؟ البقية بحياتك أنا ما يخصني. احترقوا؟ يعني ماتوا؟ يا عمي جمعة ايش تقول؟ ايش تقول؟ يا عمي يا حبيبي يا عم ويا مرت عم ويا بنت عمي ليش تموتوا وتروحوا عني يا عني؟ قصدي يا عمي يا عمي جمعة يا جمعة يا عزيزي جمعة يا حبيبي عمي جمعة يا أخوي لا تشوف نفسك ذاك يا عمي عمي هذا بيضيعنا الخطة بيودينا في دارك جمعة لحظة جمعة يا عمي يا عمي الله يجازيك المجرم انت السبب جمعة لحظة سواها جمعة أكيد فهمني غلط ضيع علينا الخطة يا حبيبي يا عمي كيف تموت وما تخبرني يا عمي أنا ولد أخوك كيف تحرق وتروح في شربة ماء وما تقول لي يا عمي يا تخبرني يا عمي جمعة عمي جمعة 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 افهم انت ما فاهم شيء الله خليني يا سلمان هذا عمي يعني أبي وأمي هذا اللي يريد يتزوج فوق مريم عقبالك يا سلمان عمي جمعة أبوك إن شاء الله تطيح فوق راسك وتكسر لك عظمانة قول آمين مريم حرمة عمي البقية في حياتك يا حرمة عمي البقية في حياتك من؟ فيك بعد الشر إن شاء الله عني المشكلة سر مجروع وشايف إنه بعيني شوف يا سلمان كيف ماذا تموت وتخلي عمي يروح وحده راحت ماتت معاه موت يشلك إن شاء الله ويشلك فوق السطح قول آمين جمع ودري ليش يا عمي حول بطل خليني أروح ليش زرق جمع يا عمي ولد خلد أحمي ولد هذا هذول بعدهم عايشين على الدنيا ما ماتوا سلمان نعم ليش خلت البقية في حياتك عجب يا أمي أنا خايفة على أبوي كثير ما يكون جرى له شيء والله يا بنتي أنا ما خايفة على أبوش لأن أبوش على سبعة أرواح وما جاي يجي شيء مثل السنورة بتنقل عيالها كل مرة مكان وبعدين أنا دورت عليه في كل مكان حتى في المستشفيات وما حصلته قاصر لان بش القبور بس بسم الله عليك سلمان بس أنا حاسة يا بنتي في سر ورا اختفاء أبوش ها؟ سر؟ أي سر يا أمي؟ حاسة أن سلمان هذه الأيام قاعد يلعب لعبة خطيرة بس عاد إيش هي هذه ما أعرف وخايفة لا أعرفها بعد فوات الأوان إنسان يا أمي ما معقول إحنا نجلس كذي من غير ما نعرف هو شو فيه صدقش يا بنتي بس ايش اقول لكن يلا الصبر مفتاح الفرق ويا خبر اليوم بغوازي بكره بيستور خاص البقيه بحياتك بالسجاير يا جمعه فينش يعني خلصي يعني شربتها كلها كلها واضح واضح ابوي اللي دريتنا باينه فيك مبروك يا عزيزي مبروك يا جمعة انقطع نفسك اشوف ما مهم ما مهم اهم شيء الفلوس اسمع يا جمعة نعم انت من بكرة تروح الشركة قصدي تروح شركة تأمين وتقولهم ان السجاير احترقت احترقت كيف احترقت يعني انت ما عليك انت سوي اللي اقولك عليه وبس ويعني بيصرفوا لي الفلوس على طول غصبا عنهم زين عشان ترى ابو نجوى واهل نجوى قايلين لي وحالفين يميني ما ادخل بيتهم الا معي المهر وكل طلباتهم خلاص يا صديقي يا جمعه خلاص هاني مين يصدق انك انت شربت كل هالسجاير هذه صدق يا جمعه صدق انا قدها وخدود انا عن تراه بني شداد لا واضح لا واضح 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 ترى صحتك تعبانه وتعبان يا ولد شداد لا 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 يا جماعه لا انا من اسمع سيره الفلوس وشم ريحتها ترجع للحياه من جديد
وابدا حياتي من جديد. نعم، لكن اهم شيء هذه اللي اسمها موضوع هذه انها ما تذني بفلوسها، لازم انا اكون اغنى منها وعندي شركه اكبر من شركتها واتزوج فوقها بعد. انت اول شيء شوف حالتك وخير لبعدين. ما مهم، اهم شيء الفلوس تعمل المعجزات. ايه الفلوس. نعم. ايش اللي ضحكك يا سلمان؟ اقول جمعة السيجارة هذه ما تحترق بإشعال النار، لكن تحرق اللي يشربها. واضح واضح، بالدليل انها حرقت لك صدرك. اقول جمعة إيه؟ اللي كنت حاسب حسابه أظنني إنه استوى استوى. لبع ودي المصيبة ما قدرني. لحظة لحظة، بس تعال مكاني، تعال. سلمان ها دكتور، طمني دكتور. ما اخبيش عليك، الحاله مش مطمئنه والسبب واضح طبعا، الافراط الزايد في التدخين. طيب والعمل دكتور؟ ارجوك اعمل مستحيل. عموما طمن، احنا نسوي اللي علينا والباقي على ربنا. الباقي على ربنا والنعم بالله، لكن لازم ابلغ موسى. سلمان؟ سلمان في المستشفى؟ ابوي في المستشفى؟ خير؟ ايش اللي صار له؟ يا جماعة الخير لا تنزعجوا، ما في شيء، بخير. انزين خلينا نروح نطمن عليه. الله يخليك. الحين اللي يشوفك ما يقول انك انت اللي مطينة عيشته. انا؟ ايوه انت السبب يا امي، من يوم ما الفلوس دخلت بيتنا وصرتي انت صاحبة الاملاك، كنت تحسسين ابوي كانه عامل يشتغل عندك. اي بس انتوا نسيتوا انه هو السبب انه كان بغي يتزوج علي؟ بصراحة معاه حق. ايش؟ ما هو الانسان يا مدام اذا ما يحصل الاحترام والحب والحنان في بيته اكيد بيدور عليهم مكان ثاني. وفي ناس كثيرة متزوجة حريم غنيات وعندهم فلوس لكن عايشين مرتاحين لان الاثنين واحد، وهذا الاحساس اللي كان مفروض ابوي يحس فيه. يعني توعاد سويت انا السبب الرهوة علي يعني؟ لا ما انت السبب. عقب من؟ حضرتك يا مدام الاحترام واجب. ان شاء الله كل شيء بيتصلح، بس خلى الحين المستشفى. يا حبيبي يا ابوي. جمعه خلى انت معنا المستشفى. لا انا سمحوا لي بصراحه ما اقدر اروح معكم المستشفى، انا عندي شغل مهم، وهذا الشغل لو تم اكيد سلمان بيطش مثل الثور، اقصد مثل الحصان. انا اسف. أنا سلمان أعرفه من محبته. سلمان أبوي. أنتو؟ سلامتك يا سلمان، ما تشوف شر، محروز من المرض إن شاء الله. أنتو من قالكم إني أنا هلا؟ من قالكم؟ جمعة ود حلال. الله يهدم حجرتك وتحترق إن شاء الله يا جمعة، ضيعت علينا كل شيء. أنت ليش تبكي يا أبوي؟ أبكي على حظ أسود يا بنتي، أبكي على حظ أسود. أنا عارفة يا سلمان أنت تبكي من الألم وأنك مشتاق لنا.
خلاص يا سلمان، من اليوم ورايح ما راح ازعلك للابد. الله يخرب بيتك يا جمعه مثل ما خرب بيتي. الله يخرب بيتك. معقوله يا ابوي كل هالمده ما نشوفك؟ يعني احنا نهون عليك كل هالمده ما نشوفك؟ الله لا يعطيك عافيه يا جمعه، هل كني في حياتي؟ نعم، بس ابغى اشوفك بس. يا الله مبروك يا استاذ جمعه. الله يبارك فيك. هذه قيمة التأمين 100,000 ريال. شايفلهم شايفلهم يا حضرة المحامي، أحسنت ما قصرت. وقع وقع على السلام وقع. حاضر، ما وقع وقع وبص بعد. هنيني إيه؟ شاء الله أحسنت يا حضرة المحامي، والله إنك ما قصرت. نعم بعد لك استفدت 1,000 ريال، كلها فائدة بفائدة. يعني الفائدة تعمل جميع. تفضل هاتم هاتم. يا سلام يا سلام، وأخيرا تحقق حلمك يا جمعة. يا سلام، مرة مضغوطات 100,000. يم يه حسن. يا إنش يا نجم يا إنش يا إنش، وكل آمال دفاقة. إيه نعم الله، خلاص زالت كل العقبات اللي بيني وبينك. ما بقى لفلوس وهي جاي نفس خردة، خليها ليش هالمرة يرضون عني بكل شيء. فلوس فلوس موجود، ايش تبغي بعد؟ شاقني لحن الحمام لا على الغصان شاق من سمعته السلام. مبروك يا ولدي. مبروك يا بنتي يا نجوى، مبروك. الله يبارك فيك. منك المال ومن هالعيال ان شاء الله. احسنت احسنت. لبس لبس الشبكه لبس. ايه ان شاء الله ان شاء الله. اعلنكم شويه. تفضل. يا كريم. السلام عليكم ورحمه الله.
ياه، معقولة سعيد يحبني كل هذا الحب؟ يعني ايش؟ ايش قول ليش؟ ايش الخرابيط؟ وايش الكلام؟ اصلا هذا الكلام ما يدخل مخ. كيف تبغاي ارجع فلوس ثاني؟ كيف؟ يا اخي الشركة كانت بتستأنف الحكم وكانت بتسترجع فلوسها. ايش 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 الحكم وترجع فلوسها؟ ايش الكلام هذا؟ كلم كلم جمع. يعني جمع اللي سواه صح ما هو غلط؟ لو ما سوى كذا كان بيعرض نفسه المسائل القانونية. خل عنك الكلام ده، لا مسائل قانونية ولا شيء. انت السبب، انت بنفسك في البداية قلت ان القانون صدقهم، الحين ليش ترجع كلامك؟ انت محامي انت؟ يا اخي الموضوع كان شائك من الاول وكان غريب وكان يعتمد على بعض الجهد، لكن القانون كان واضح والشركة عندها القدرة والمعلومات اللي قدروا يثبتوا فيها ان الفرق موجود ما بين التضخيم والحرير. اسكت كت، انت السبب كل شيء. يعني خلاص ايه اللي سويته كله راح كله انتهى؟ اسمع يا محامي اسمع، انا كان ممكن اصيب بسرطان الرئة من التدخين اللي كنت ادخله. الله يصرفك انت محاماتك، هلكتني خسرتني، لكن ما عليك ما عليك يا جمعة ما عليك، بس اشوفك. يلا لا تخاف لا تخاف لا تخاف، وهذا بس من القلق والخوف. سجاير دخان هواء، معقولة؟ معقول الفلوس تبيع العواطف؟ معقول الحب صار سلعة نادرة هاليومين؟ يا نجوى يا نجوى. يا ولدي يا ولدي تعال تعال، انت صار لك الحين اسبوع لا اكل تاكله ولا ما يتشربه ولا تروح شغل. تعال ابوي كل شوية تعال. غني غني يا عمي غني. ما قلت لي يا عمي؟ نعم ولدي. ها ايش احسن، غنى الفلوس ولا غنى النفس؟ غنى النفس طبعا. غنى النفس اي. اكاذيب شعارات، احبك لازم تدفع اكثر، وسيف واقف بالسيف ما يضرب بالسيف بالغمد غمد. ها يا نجوى يا نجوى نجوى. لا بالله نجوى يا نجوى. أنا أخافني أمسك الحين بتزيد. الطبيب يقول المريض النفسي لازم يريح نفسه. نعم أنا مقرب هذا عند مريم عرفه. نجوى نجوى. تعال ولدي تعال. تعال حبيبي تعال كل شوية. وين؟ تعال تعال. نجوى يا نجوى. بسم الله بسم. كلك لقمة لقمة شوية بس. أكل كل أبوي كل. لا نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، وياكلنا لا نشبع. اما انا عمك، اما انا اشبع في كل وضع وفي كل زمان وفي كل موقع. بسم الله. يا مقتر ارفع ولد تسب عمك. أنا أقول اللي يتزوج بدون حب ورغبة في الحب هو حيوان عمي. حيوان. نعم نعم صحيح. أنا أتكلم عن الناس اللي يفهموا. يا نجوى يا نجوى. ليش ما تفهمني من الأول ليش؟ يا عمي لا، تأمين ضد السجاير وهو يشرب سجاير وأنا مصدق. أي نعم مصدق السالفة. لا حول الله. ضاع ضاع يا نجوى. الله يشفيك يا ولد اخوي الله يشفيك. كل عمي كل كل، خلصت اكل بعدك؟ تاكل بس يا ولدي. انا قاعد انوب عنك. زين لانك انت صار لك فتره الحين ما اكلت. فقلت يعني اذا انا ما اكلت عنك من ياكل عنك وانا عمك؟ ايه كل واحد يريد ياكل الثاني، ترى هذه الحالة. نجوى نجوى. لا 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 نجوى. انت حالتك ما تطمن يا ولدي، يعني لازم اشيل لك الطبيب. نعم يلا خلاص قوم. بعد ما خلصت الاكل يعني؟ هناك هناك في المستشفى الاكل صحي. منك لله يا عمبو بطن تنكر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ولدي خلاص خلاص قوم قوم، بوديك المستشفى امر الله. مستشفى؟ نعم يلا قوم. يا نجوى يا نجوى يا نجوى يا نجوى يا نجوى. الله يشفيك يا نجوى يا نجوى. مني مني مني. لا اله الا الله. الله يكون في عونك يا نجوى. يعني لما العب ويختارون المنتخب وارفع راسك وراس اهلك
تسميها لعب اطفال؟ صحيح يوم يقولوا لما عبد الصقر يسوي بابلو. انت اول اعرف كيف ترفع راسك، دائما مغلوب، اخاف جيني يوم من غير راس. سهام اسمع سالم، انا صراحه ما مستعده كل يوم ادور فيك من المستشفى للمستشفى، وهذا بسبب ان انا انفصل بعد من الشغل، وانت ايش، لا شغال ولا مشغله. ارجوك يا سالم ارجع لشغلك، انت مدرس تربيه بدنيه، وبعدين معاشي ومعاشك نقدر نعيش. صحيح، بس الحين لما انا افوز والعب وافوز واصير محترف وتجين الفلوس جاي كذا. كفايه عليك انك محترف هزائم بعد ايش. سهام انت صراحه بهالطريقه هذا تنيني. خلاص انا تعبت وما قادر استحمل اصلا. انا بلعب وبلعب وبفوز ان شاء الله. حرام عليك، انا تعبانه وحاسه نفسي اني دايخه. سهام من اللي غلبك؟ انت يا الظالم انت. سهام هلا نجوى نجوى عمي يا ريت نجوى. سلامتك ما تشوف شر يا يمعة. هلا نجوى بدون بالسلامة. خير دكتور خير، طمني عليه. هذه حالة انهيار عصبي نتيجة لصدمة عاطفية. يعني انا مجنون دكتور مجنون؟ لا انت صاحي. طيب دكتور هذا دائما يكلم نفسه ويضحك ويصرخ. حالته مو طبيعية دكتور. نعم صحيح دكتور، ما عندي شيء الاكل بعد، ما اقدر اكل. عمي كل ياكل اكلي. وايام ما تاكل ابدا؟ نعم صحيح ما اكل ابدا. يمعه الكلام بعدين دكتور يقول عمه ما اخذ بال عليه. هذا دكتور كل يوم ياكل ثلاث وجبات. نعم ها نسيت. عمي ما في داعي نطلع الكلام قدام الدكتور وفح مره، ما في داعي يا عمي. لا نجوى ما عليك، منا دكتور دائما ياكل وشهيته مفتوحه والحمد لله. يا معه لا تفضحنا قدام الدكتور ولا ها تراك بتفضح عمرك. عمي عم صالح نعم لو سمحت خليك برا شوي. ليش؟ انا لما اريدك بطلبك. بس يا دكتور لازم تعرفي ان جمعه ياكل ما شاء الله عليه ثلاث وجبات في اليوم، وهذا كله من خيري. نعم. عمي صالح يا عمي يا شرف ضايح يا عمي الله يهديك. تبغى تفضح عمرك ولا تنسي ان المزرعه ما تنفع الحين يا معه. عمي ما في داعي للكلام الله يهديك. نجوى لا حول ولا قوه، تزيدني زياده انت مصالح. نعم يا عم صالح ارجوك ارجوك اذا سمحت. زين بطلع يا ليتني ميت معك. يا ليتك ما يبدك معي بعد. نجوى دكتور. نعم انا ايش عندي بالضبط؟ انت عندك اكتئاب نفسي نتيجه الصدمه العصبيه يا جماعه. اكتئاب نفسي؟ اكتئاب عمري؟ لا تخاف كل شيء وله علاج، بس انت واظب على الجلسات والادويه عشان تتخلص من هذا الهذيان اللي عندك. هذيان؟ ليش خايف؟ هذه مساله بسيطه، الاكتئاب ساعات يؤدي الى الهذيان، والمريض ممكن يقول اشياء ما يعرف عنها ويقوم بتصرفات وهو في اللاوعي. زين دكتور والعلاج؟ العلاج البعد عن اي انفعال والمواظبه على العلاج. يعني دكتور ممكن ارجع طبيعي؟ انت طبيعي، بس خذ الادويه المهدئه ونام وارتاح. شكرا يا دكتور، احسنت ما قصرت. شكرا دكتور. قل لي من هذه اللي سببت لك هذه الحاله اللي انت فيها؟ الله يجازيها يا دكتور الله يجازيها، من يوم رايح هي في طريق وانا في طريق. جيد النسيان اول مراحل العلاج. عمي صالح تعالي يا عمي صالح تعالي. ليش انا اصلا ما اكلمك؟ ليش بعد قلت لك الدكتور فضحتني انا اكل جميل؟ والله ما قلت شيء، والله عمي ما قلت شيء. قلت شيء اعرفك انت شراني دكتور. ايش قال لك؟ ما قال شيء. اسمع دكتور هذا اصلا انا مسؤول عنه، اكله وشربه وكل شيء. نعم وما استعجلنا بكل عشره من امثاله والضيوف بعد. دكتور ترى ولد اخوي وانا مسؤول عنه. نعم الله هذا ما المهم يا عم صالح. المهم انك تاخذ بالك منه زين. حاضر دكتور ان شاء الله. عشان اللي عنده هذه الحاله ما بعيد يسوي في نفسه اشياء عشان يتخلص من حياته. يتخلص من حياته؟ هذا من قحف يسوي. نعم يعني ممكن يموت دكتور؟ ممكن فجاه يسوي شيء في نفسه، عشان كذي اعطيته دواء ولازم ياخذ بانتظام ويواظب على الجلسات. مشكور دكتور مشكور. يعني اخي يمعي يمكن انت تموت فجأة كذا. لا حول ولا قوة الا بالله.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ليش ما أريد أفهم؟ أنا جبت سيرة الموت أصلاً؟ حق جاي؟ عمتي سلامات إن شاء الله. سلامات. الله يسلمك. إيش قالش الدكتور؟ قال وين كل سنة من المستشفى؟ وين يسووا فحوصات حنكمل ساعة؟ هي طبيعية عمتي. أتخاف أتخاف إن شاء الله. ما تشوفي شر عمتي. الله يسلمك. زين أنا بروح أخبر عمي صالح عشان هو. دي ما خليك بسرعة. إن شاء الله عمتي. أنتي عاد طمني عمتي. إن شاء الله. أحسنت بابا مشكور. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمة. معقولة سهام تطيح بفجأة؟ لا معقولة تنغلب قبل ما أفوز أنا؟ إذا ليش أنا هنا؟ ليش قاعد؟ طمنينا دكتورة. لازم شوية راحة. سهام ليش عندها يا دكتورة؟ عندها اللي كل الأب والأم يتمنونه. ما فاهم. تتمنى بنت ولا ولد؟ لا أريد. ايش قلتي؟ زوجتك حاملة. مبروك. الله يبارك فيك يا دكتورة. الحمد لله. هي انا سعيد جدا. ايش فيك؟ انت سالم ولا نسيت؟ لا انت سعيد ولا انا سعيدة. كنت اول سالم بس انا الحين سعيد جدا، وانا اسعد انسان في الدنيا. يعني خلاص بصير ام؟ يا ريت يا سالم لو تخلص من سوالفك هذه اللي ما فيها فايدة. ايش يعني؟ يعني ما في داعي ان ابنك يطلع للدنيا ويشوفك كلك عاهات وتخوف. بالعكس ولدي لازم يجي ويشوف ابوه ويفتخر بابوه البطل. لو ما تلعب بس كان هو يفتخر بيك. لا بالعكس لازم العب والعب واغلب. تعرفي ليش؟ وليش؟ علشان اخذ الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية والحديدية وحتى البلاستيكية. بس خلاص لازم الولد يفتخر بابوه. أنا الحين عندي حافز كبير. أنا لازم ألعب وأفوز. أنا البطل. هو أنا المسكين أبو بختي نايم، بس تعرف يا سالم نفسي بشيء. قولي إيش بنفسك؟ نفسي الله يرزقنا ببنت. ها؟ ليش عاد؟ أيوة نفسي الله يرزقنا ببنت، على الأقل علشان تصوت معاي، تصوت على حظ الأسود. يا حظي يا أسود، ويا طير يا أسود، ويا ليل يا أسود. بس سوت لي عيشتي. يعني كيفكم مع مايك؟ يعني كيف مايك؟ هذه شركة محترمة يا محترم. عجب حد يسلم فلوسه بعد ما كانت في ايده؟ عجب الحل مجلس اشرب لحد ما دخلت المستشفى؟ خايف حضرتك؟ خايف من قضية بسيطة مثل هذه؟ حضرتك تتكلم على ايه؟ بس اسكت فضولي. واحد حط طلب منك الكلام ده؟ انا؟ لا تزعلي يا حسان، استحمل بس اسكت. انت فضولي رقم 2. انت وين الشغل؟ وين؟ بس ما شاطرين الا قوم معاي خلصتوا شغلكم. عجب انتم مو فالحين؟ انتم ما كفايه التلاعب اللي يستوا في الشركه وانا غايب؟ لا 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 احنا ابدا ما نقبل. اطلعوا برا. يلا برا. يلا انتظروا. تعال 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 تعال. نعم. وين سهام ونجوى؟ وينهم؟ نقوى ماخذ إجازة علشان شهر العسل. عقبالك. يا الله يا ريت. نعم قصدي يا ريت اقطع لكم رؤوسكم. نعم اقصد هذه اللي اسمها المدام سهام. هذه مدام سهام اكيد جالسة داري زوجها. انت تعرف زوجها؟ لا والله ما اعرف. ولا انا. ادخل. هدى تعالي يا بنتي. صباح الخير يا بنتي. هاي يا هدى. ايش جاية تسوي يا بنتي؟ انا جاية اطمن عليك يا ابوي. تطمني علي ولا مش راسلتنش علشان تتجسسي علي؟ ما عليك يا جموع ما عليك. وجمعة ايش يخصه يا استاذ؟ وانت ايش يدخلك يا فضولي؟ قلنا لك انك فضولي. انا خليتك فضولي رقم 1، طلعت فضولي رقم 3. روح شوف شغلك. روح يلا طلع يلا طلعوا. انا طالع انتظرك لانك. ايش تنتظرني؟ ايش من حلاوة وجهك تنتظرني؟ قلنا لكم قلبوا بوجوهكم وروحوا شوفوا شغلكم. لاني احبك. وانا بعد يا ابوي. اسلوبك يجنن، كلامك يدخل القلب، سطورك سطرت قلبي. من قلبي
واللي من القلب يوصل للقلب يا أستاذ سلمان. واللي يحب إنسان يحافظ عليه ويدخل البيت من بابه. الله يعلم، أريد ربي يريح بالي، قصدي بالك يا أستاذ سلمان، اليوم قبل بكرة أحبك. حبك ثور في قرون طوالي نضحك. قول عمي قول. طول عمرك يلا اطلع حسان غيب. نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله. لكن هذا حسان حبك استاذ سلمان. اموت فيك استاذ سلمان. حبك درس ان شاء الله. وده ايه يا ابوي. قولي لي يا بنتي ايش تبغى امش بالضبط؟ امي تحبك. تحبني؟ علي انا يا هدى يا بنتي، امش هذه انا اعرفها زين. يا الله يا الله يا جمعة، ليش رجعت لي فلوس يا جمعة؟ ليش؟ يا الله، هذا بس من شرب السيجارة. اسمع يا مع ولدي اسمع. نعم. لازم انت تواظب على الدواء ذي باستمرار. زين. نعم، وتهتم في صحتك. انت الحمد لله الحين صحتك تحسنت. زين. وانا بصراحه ما اريد اخبرك ايش قال الدكتور. نعم، المهم انك انت لا تعصب ولا تنرفز ولا تراك بتموت. الرب واحد والعمر واحد. يا ساتر. نعم اسمع. انا بصراحه لو واحد غيري كان بيزعل عليك، لكن الحين انا مضطر اني اسامحك. اي نعم، عقب ما سمعت كلام الدكتور اضطر اني اسامحك. اي نعم خلاص، ولا يعني انت تموت واحنا زعلانين على بعض ما يصير. عمي سامح كريم يا ابو نبهان. عمي صالح. ها فينك انت عمي صالح؟ ام نبهان مريضه وديتها المستشفى. ام نبهان؟ ايه. نبهان ماتت؟ انت قلت ماتت. ما قلت ماتت، ما قلت كذا، مريضه وديتها المستشفى. ايوه بس تمام. اسمع جمعه، انا طمن على ابن ابهام في المستشفى. زين يلا مع السلامه. لا 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 طمن عليها يعني. لا يا ولدي لا، انت ارتاح، صحتك ابدا من كل حاجه، ولا فيك يكفيك. يلا امسك دوار. مع السلامه، انا لما ارجع بخبرك بطمن. يلا تمام. لا سلامات ما تفوت. يلا يلا ناخذ الدواء نشوف هاي الدواء كان بيشفي قلبنا والغم اللي فينا. هاي النفسية بيشفيها الدواء بنشوفها. اي ها يلا ناكله مثل ما قال الطبيب تعليماته نشوف كان بيفيدنا هالدواء هذا. يا الله حسب النوم الحين. جمعة افتح يا ولدي. جمعة مقتولة؟ لا 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 ما يصير يعني. جمعة توكل. جمعة أنا فعلا ما كان من المفروض إني أخليه بنفسه وأروح لو نبهار وين يسمح. جمعة
الأستاذ جمعة. نعم يا حمد، جمعة الغالي الله يرحمك يا جمعة، راح في لحظة راح الله يرحمك. يا جمعة ايش اقول يا عمي، ايش اقول، انا زعلان يا عمي. على المرحوم؟ لا، ها؟ على العرس، خايف لا يتأجل. احنا في ايش ولا في ايش يا حمد؟ الله يهديك يا ولدي. الله يرحمه، الله يرحمه. كانت سيرته مسك وخدوم يا عمي، كان خدوم. نعم والله، انا الدكتور قال لي ممكن يموت فجأة، لكن ما كنت أتوقع إن بهالسهولة هذه. بسرعة راح راح. اهدى يا عمي، الله يرحمه. اهدى، كلنا لها يا عمي، كلنا لها. أنا كنت أتمنى حد غيره يا حمد. ها؟ تقصد من؟ أقصد اللي في بالي يا حمد، لكنها سنورة. نعم سنورة بسبعة أرواح. ها؟ اللي هي من يا عمي؟ وأنت إيش خص؟ اللي هي من اللي هي؟ خلاص اللي في بالي بس. زين يا عمي، والعمل؟ العمل اسمع يا ولدي يا حمد، انت تروح تخبر الحار، وانا بجلس في البيت اتقبل التعازي وبخبرهم ان الدفن بكره. اطمئن اطمئن يا عمي اطمئن، انا بخبر الجماعه في الحاره وبنشر الخبر. بارك الله فيك يا ولدي. الله يرحمك يا جماعه، الله يرحمك. الله يرحمك يا جماعه. راح في لحظه. Come on.